بعد ما ضعت من يدينك تناديني خلاص رحل وانا برحل وكن اللي حصل ما صار غسلت القلب من حبك وقبلها غاسل يديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارك تمام؟ جديد لكم اليوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ فتلة في تيك توك. كنت ناوي أسوي لكم رياكشن على واحد وصراحة ما أقدر لأنه مرة مشغولين، بتعمي عندنا بنفس البيت فما قاعد أقدر أصور. يعني الحين صورت وشكلي بأجلس على البي سي حد ما ينزل اليوم أو ينزل بكرة، ما في أي مشكلة، المهم إني أصور. إذا لحقت أصور الأمور لوز، ما لحقت أصور الأمور إن شاء الله لوز. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي تفعيل زر صندوق الوصف، طبعا عليه كامل، تابعوني على سناب بعد، صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ولا تنسوا الدعاء لاخواني في فلسطين الله ينصرهم يا رب يقويهم. ف ليتس جو نبدا المقطع. صح شو تخنيه والله شهاني ابن الذين عايش بس تحت المكتب. يا اخي لو يخيروني بين 10000 ريال او جو هذا اكيد بختار 10000. خذ 10000 ريال وروح ذا الجو قسما بالله، السكين تقطع الشك باليقين. استغفر الله العظيم. هذا رجال دبل اكس تي، يعني في عنده رجوله زياده عن اللزوم. يا عيال يا اخي جيرجينا دي والله رب الكعبه انهم ذبحونا فيها، والله انها شينه ورب الكعبه انها شينه، ركبتي احلى منها. في واحد من اخوياي دائما ركبته طالعه، مو من اخوياي، اخو اخوياي، اوكي؟ اسمه عبد الله، ورب الكعبه ركبته اطلق من دي، اقسم بالله زباله مره مره، يعني رونالدو احلى منها. مقطع مقطع عنا شو؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ادري وش ذا ولا ابي ادري صراحه. الاكسبلور حقي كله 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 اجانب، كله اجانب. يوم وصلت عنده لا بعد دخل عند النقطة، قلت ايها دخل عند النقطة ودخل عند الملك ودخل عند الملك حقك غيره، قال لفق لفق على جنب، جيت بلفق ودعت بنزين شوي تشبه واحدة مرة شفتها مرة تشبهها مرة. You used to call me on my cell phone. لك انت اللي جتني انت. يا شباب قصة انك تهز هذه مو بلك، الهز كله للنسوان. ادبك يا اخي ادبك، ارقص لما هز الحالك الحالك حالك هز. وين العالم يا رجل؟ انت كنت بتطلب شيء من امازون قبل يومين، ايش كان؟ انت بطلب سوني 5 لسه تبغى؟ لا ما ابغى. ليش لا؟ لانه ب 3000. 3000 ولا شيء؟ ولا شيء 3000. يوصل بعد يومين ان شاء الله. انت زعلان؟ انا لو ابوي كذا كل يوم تعال اضربني، ما عندي اي مشكله عادي، كل يوم اجلدني لو كان زي كذا. ولا لا مو زعلان. طب اصحابك يخرجوا كل خميس، انت ما حتخرج معاهم اليوم؟ لا. ليش لا؟ ايش المشكله؟ مين يمنعك؟ انت تمنعني. انت مسؤول عن نفسك، ما حد يقدر يمنعك، انت حر. اكيد بتخليني ارجع 12. ولا ترجع 12 ولا الفجر ان شاء الله ترجع. ايوه انبسط عيش حياتك. لو خيروك مرسيدس ولا تشارجر؟
لو كذا خيروك فجأة إيش تختار؟ مرسيدس. ليش بتجيب لي سيارة؟ لا 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 أنا ما قلت شيء. الله أعلم. خلك اليوم ما عندي مشكلة دائما كذا ما شاء الله عليه هذه مرة بطل أنا أحبه مرة. يا أخي ما أدري هذه أجهزة طيقة ورب الكعبة أجهزة طيقة. خلنا نرفع عليه شكوى كذا أتوسط أنا أرفع عليه شكوى ممكن أنا بكتب أكل خرا حرفيا بس عجز أطيق عجز أطيق لو إيش مكان يكون ما أدري إيش عجز أطيق إقرأي عبد الله مالت الدين إياد بدو سيلات عنين حطت عليهم طارين ما شاء الله الكلمة الوحيدة اللي صح ما شاء الله يعني بس هي حافظة حافظة النمط يعني حافظة ال شو تنقال بس آمين ما شاء الله الله يصبحك بالخير يا جماعة يا جماعة قول لي اليهود مش بس هم المظلومين احنا اخرى يعني احنا نايمين في امان الله فجأة عملنا منبه ايش هاي شن هاي يا معود هاي هاي طلع اسمع الصوت اسمع الطرب اسمع الطرب ايش بجنن يا زلمة حرب اجواء حرب اجواء فخمة عن السطوح تحس في حرب طول شوي ربع ساعة 15 دقيقة بنموت استغفر الله يعني تأخرت هدك بالشام طالعين قاعد تحت الشام مع معود الجو زي جهنم احنا ما في السعودية لا اله الا الله ايش فيك ها ايش تبي كم مرة اعلمك كم مرة قلت لك احترم الوقت شعي قلت لك انا احترم الوقت ولا ما قلت لك قلت لي خلك متى تفهم متى تتعلم طيب ايش تبين طالع وين بترعيين ما الله يحفظه يا رب طبعا هذول اعرفهم هذا شوف هذا اي اتوقع ان هي واللي هي واخوه اتوقع مبدعين بس حلو والله حلو ذا قاعد تنقل عنك ولدك اللي يشبهك في كل شيء الله يحفظك يا رب ثاني هنا 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 نص من عندي نص من عندك نص من يا اخي استاذ سعد والله العظيم انا مدري يا اخي ايش جوا ما قلنا مع اشتغلت ذبحنا قسما بالله والله العظيم يا رجل حمد قل عمره 14 15 سنه ترى هو اصلا متخرج من 400 سنه متخرج من البكالوريا من البكالوريوس ما ادري وش اتحدى اي استاذ في العالم يقدر يدرس كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه ما يدرس كل استاذ يدرس ماده واحده فقط صح ولا ما الرياضي يدرس رياضيات الكيمياء يدرس كيمياء اتحدى استاذ رياضيات يدرس رياضيات وكيمياء وفيزياء ما يدرس وكذلك الطالب ما يقدرش يذاكر كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات هو عقل مشغول صنطل يعني عقل يعني انا هو عقل العقل لو ما يذاكر كثير يحمل يا اخي والله العظيم هذا لازم يحطوه رئيس والله العظيم رئيس وزراء رئيس التعليم وشوفوا ايش بده يفل لكم هالطلع الله يخليهم يخزنون قات كلهم يا اخي مره انا احبه مره مصطفى الممري مره بطل انت على ايش اقول لك عقل الانسان يقدر يجمع مليون صفحه يقدر يحفظ انا كلب ها انا كلب اذا كانت مليون صفحه انا ما اقدر احفظ ما اقدر انا اخر مره ذكرت بطني صارت تجيني وجيت اراجع وبطلت والله ما ادري ايش الحركه هذه بس اقول لكم شيء لو عندك بنت زي ما قالها علاء الروحي ذا مره 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 مفضل عندي زي ما قال هذول النوعيات لو عندك بنت وعنست لا تزوجهم اياها النوعيات ذول اللي يمثلون شخصيات انثى لا تزوجهم اياها خير شر نصيحه يعني يا الله يا طقاق الثان يمشي قهوه تروج لي على الصبح امشي مش قام يطلع شاي بس مدي شو مره ثانيه اكثر حيوان رقبته طويله شو هو
الكلب رقبته طويلة يا أخي. الديك لا يعني هو بيجي حيوان. ايه حيوان أرجيلة. طبعا شباب شباب هذا والله العليم ها انه قاعد يمثل بس حلو والله حلو. احلى شيء بيقول أرجيلة. انا اسمي كيا وعندي بنت اسمها كيا. وش اسميها؟ اسميها ها ابا ما خلى. اللي زياد بعد ثاني اخي والله العظيم ابوك زياد. زياد تعال 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 طلبك طلبك بس والله بطل ما شاء الله. أعيد وأكرر أطلق جروبهم. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وقبض يمناها أمي نبع وحنان أمي نبع الحنان. عطانا عاش ثانية تستاهل عشان مثلا ما تمقلغه درجة حرارة تسلم عليك تقول لك انت الرجال اطلع درجة حرارة مدرك 20 فولتين 66 انت راجل اطلع حر نار حرارة النار نار. شباب هنا في الرياض احسن شيء يقولوا مرة مرة خفيفة بالنسبة لباقي الناس يا زين الحرارة. أقول أطلعي بس أقص إيدي هذه إذا ما كانت تطلع تروح على المدرسة وترجع طبعاً هي متوسط تروح متوسط وترجع بباص ها ولابسة مليونين شيء فوق راسها عشان الحرارة وما تطلع من البيت كل يوم جالسة ومكيفة قال أكيد زين الحرارة أكيد أنت وتكعين في الشمس 4 دقائق اللي دوب مخك. ألو على عيوني بابا حبيبي أنا لينا. أنت لينا معانا ولا لا؟ بابا أنا ماني معاكم بس عادي أسألك سؤال. تفضلي بابا. بتحب الطلعة بدوني؟ راح تحب الطلعة بدوني؟ لا والله يما أني ودي بك وبعيوني. أنا حزينة أني من راح معاكم يما. عليك اختبار بكرة أنتي؟ ميوة السبت نطلع بك طلعة خاصة لك. أكيد يا بابا السبت ولا الأحد ولا نطلع لك طلعة خاصة وعلى شان خاطرك اليوم ما في حميس. الله إيه لا تسوي اللي أنتم ما رح ترتاحون نفسيا حتى بطنكم ما رح يرتاح. شوفي شوفي حميس ما فيه اليوم. خلاص ما فيه ما فيه والطلعة اللي فيها أنت حميس. يا عيني والله العظيم إنك كفو والله إنك تعجبني. تصدق بابا لو إنك مو أبويا تمنيت إنك أبويا. أنا أقول أبويا فاد ما أطلع بدون يقول لي أيس أوف كورس. أنت أصلا قاتلنا بالبيت تثقفنا برضو بالطلعات هذا أول شيء. ثاني شيء أصلا أبوي ما يطلع والله العظيم. الى هون قصدت الحلقات. شو لك واشتراك وتعب صندوق طبعا عليها كامل طبعا سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ومع السلامة.